شكرا لك انت. باسمكم جميعا نشكر كل من الاستاذ حسن اعلان والاستاذ علي افقير، لكن لابد ان اذكركم اننا سنعود لهذا الزمن، الزمن السبعيني يوم 19 ماي. سنحتفي باحد مناضلين الدار البيضاء، ربما تعرفوا العملي بروايه زمن الطلبه والعسكر يوم 19 ماي. قبل ما نخليكم تحتفيوا بالاستاذه وفاء من خلال حق التوقيع، غنودعكم بالشاعر كلام يافطه من يافطات الشاعر الطائر احمد مطر. لا تطلبي حرية أيتها الرعية، لا تطلبي حرية، بل مارسي الحرية، إن رضي الراعي فألف مرحبا، وإن أبى فحاولي إقناعه باللطف والروية، قولي له أن يشرب البحر وأن يبتلع نصف الكرة الأرضية، ما كانت الحرية اختراعه أو إرث من خلفه، لكي يضمها إلى أملاكه الشخصية. لا تطلبي حرية أيتها الرعية، بل مارسي الحرية.